متابعي موقعنا موقع لوماتان سبور في غيكابشن. قال زكريا حذراف لاعب المنتخب الوطني المحلي أن النسخة الماضية لمنافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين الشان اللي احتضنتها بلادنا قبل 3 سنوات كانت أحسن بزاف من النسخة الحالية اللي كتحتضنها الكاميرون. وأوضح مهاجم نهضة بركان في التصريح ذاته أن مشاركة المنتخب المحلي في نسخة الكاميرون كتبقى جيدة، خاصة وأنه كيحتل المركز الأول في المجموعة الثالثة، مؤكدا أن العناصر الوطنية كتسعى جاهدة لتحقيق نتيجة الفوز في المباراة المقبلة أمام أوغندا من أجل ضمان تأهل. وفي نفس السياق أكد الدولي المغربي إسماعيل خافي لاعب المنتخب المحلي أنه بالنسبة للمباراة أمام أوغندا كنتمنوا تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور المقبل، ونستعد لها بالشكل الذي قمنا به في المباراتين السابقتين بالعمل على تطوير أدائنا باش يكون أحسن مما سبق وتحقيق الفوز لكي يخول لنا مواصلة مسيرتنا. أجرى المنتخب الوطني للمحليين أمس السبت على الساعة 5:30 عصرا حصة تدريبية لإزالة العياء بالنسبة للاعبين اللي شاركوا في مباراة الجمعة أمام منتخب رواندا واللي انتهت بالتعادل السلبي، فيما باقي العناصر اللي ما شاركتش فجرت حصة عادية. أما بالنسبة للحصة التدريبية اليوم فغادي تجرى على الساعة 6:30 مساء. إضافة إلى ذلك فقد أجرى المنتخب الوطني اليوم صباحا التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد قبل مباراة الثلاثاء المقبل أمام أوغندا. ودائما مع أخبار الشان، إذ قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف رفع عدد جماهير الشان ابتداء من الدور النصف النهائي من 25% إلى 50%. وفي السياق ذاته عرفت الحصة التدريبية الخاصة بمنتخب الكاميرون أمس حضور نجم الكرة الكاميرونية سامويل إيتو اللي حفز فيها المجموعة على ضرورة استكمال مشوارهم في المنافسة والسعي للظفر باللقب بحكم أنهم البلد المنظم لهذا التظاهرة. والختام غادي يكون بمباريات الجولة الثالثة من الشان اليوم الأحد، إذ غادي تواجه الكاميرون منتخب بوركينا فاسو، فيما زيمبابوي أمام منتخب مالي، والمباراتين غادي تجراو على الساعة 8 مساء. نهاية أخبار الشان لهذا النهار، إلى اللقاء.